معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من لندن الكاتب والصحفي عادل الحامدي، مرحبا بك. إذا تحد كبير لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد إعلانه الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر، كيف ترى هذا التحدي وهل يمكنه تجاوزه؟ أسعد الله مساءكم بكل خير. تعيش المملكة المتحدة وبريطانيا والساحة السياسية هذه الأيام واحدة من أعقد الأزمات السياسية التي عرفتها بريطانيا في عصرها الحديث. الأمر يتعلق بأزمة سياسية غير مسبوقة، رئيس الحكومة يعلن أو يسعى الذهاب الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من تشرين أو أكتوبر المقبل، لا يمكن الإرادة السياسية لفعل ذلك. ذهب لجأ إلى الملكة وعلق البرلمان، لكنه في نهاية المطاف وجه ديمقراطية صلبة وعريقة بمعارضة شرسة من داخل حزبه ومن داخل حزب العمال. الآن يوم مرة أخرى البرلمان يوجه ضربة موجعة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون، يمنعه من الخروج الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأي الخروج إذا أراد أن يخرج حتى باتفاق يجب أن يكون بموافقة البرلمان. هذه الديمقراطيات العريقة التي تصحح نفسها، نحن أمام أزمة سياسية مفتوحة على كل الخيارات. إذن هل تعتقد يعني في ظل حالة الشد والجذب التي تعيشها بريطانيا، هل سيكون مصير جونسون كمصير ماي التي لم تستطع تجاوز الأزمة؟ أنا أعتقد بأن بوريس جونسون على الرغم من الدعم الأمريكي الواضح والاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية على حساب مصالح بريطانيا، لا أعتقد بأنه يمتلك من أدوات الفعل السياسي ما يمكنه من فرض رأيه على البريطانيين والخروج ببلاده من الاتحاد الأوروبي باتفاق غير مقبول برلمانيا أو بدون اتفاق. لذلك نحن أعتقد بأننا ذاهبون إلى رفض خيارات أو طروحات جونسون، ونعمل سوف يعمل مرة أخرى على العودة إلى البرلمان، ربما الذهاب إلى انتخابات مبكرة لن تكون من بينها الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. لذلك أعتقد أن المعركة السياسية ستدور نوعا ما وستزداد نوعا ما وستتعمق، ولا أعتقد بأن بوريس جونسون القادم بهذه الحماسة وبهذا الدعم الأمريكي القوي يمتلك كما قلت لك من أدوات ما يمكنه أن يهدد مصير وحدة بريطانيا، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي من غير الوارد أن يقدم على تقديم تنازلات تنقذ بوريس جونسون في مواجهة المطالبين بوحدة بريطانيا أي بعدم التفريط في إيرلندا الشمالية. المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قال أن جونسون لن يستقيل وسيجد طريقة لتحقيق مطالب البريطانيين، ما السبل بحسب رأيك المتاحة أمام جونسون للخروج من هذه الأزمة؟ السبل المتاحة أمام جونسون هو إما أن يذهب إلى الاتحاد الأوروبي ويتفاوض معه من أجل توصل اتفاقية تلبي شروط البريطانيين أو تقنع معارضيه البريطانيين، وهذا ما لا يبدو أنه ممكن بحيث أن الاتحاد الأوروبي أعلن بأنه لن يقدم أي تنازلات ولن يفاوض على ما تم التفاوض عليه سابقا. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هو أن يذهب إلى انتخابات مبكرة، والانتخابات المبكرة قيدها البرلمان بأنهم يذهبون إلى انتخابات مبكرة، لكن قبل ذلك أن يتم مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الخروج إلى موافقة يناير المقبل. ولذلك ظن هذه المرحلة كل الخيارات مفتوحة بما في ذلك خيار العودة إلى البريطانيين واستفتائهم في ذات القرار، أي قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في ظل التقارير الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تقول بأن التكاليف الاقتصادية والأمنية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تكون باهظة على بريطانيا، وأن الاقتصاد البريطاني قد لا يستطيع تحملها على الرغم من الوعود الأمريكية بمحاولة ملء العجز الذي سوف يتركه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من لندن الكاتب الصحفي عادل الحامدي، شكرا جزيلا لك.